السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في إطلالة متجددة من برنامجكم ثلاثة في ثلاثة. بنكون اليوم مع حياة الشباب مع الموهبة والإبداع والتميز، بنناقش ونستكمل كل ما يهم الشباب. بالأمس كان معنا ضيفين في فقرتين، شفنا حياة الشباب، شفنا مواهبهم، شفنا تطلعاتهم، شفنا ما يقدمون ما يودون. اليوم راح نكمل في نفس السفينة، سفينة ثلاثة في ثلاثة. واحد من ثلاثة اليوم بنتكلم عن موضوع يهم الشباب، بالذات خلونا نقول طلاب المرحلة الثانوية الآن امتدي للمرحلة الجامعية وما بعد الجامعية. بعضهم خلونا نقول يمكن يسميه إنه اختبار مصيري، بعضهم يقول لا ممكن اختبار منصف، بالذات في ظل وجود المدارس الأهلية وغيرها. بنتكلم عنه أكثر، بنناقشه مع المختصين، بس أول شيء نروح نشوف تقريره ونرجع لكم مشاهدينا. تحصيل النهائي لأعوام طويلة من الدراسة وحصد المعلومات وتحديد مصيري لمستقبل الطالب. الاختبار التحصيلي موقف يستدعي أن يختار الطالب بين أن يكون أو لا يكون، وهو يضع الطالب على المحك ما بين خوف من ضياع أعوام طويلة من الدراسة والتعب، وبين الرغبة في إثبات قدرته وفائدته التي استخلصها من أيام دراسية تمتد إلى منتصف النهار. مؤخراً قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق الاختبار التحصيلي على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في خطوة أثارت ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض. في وضع مخيف يحدد هذا الاختبار مدى استكمال الطالب لدراسته الجامعية في تخصص يناسبه بجميع المقاييس، ويبقى السؤال الملح: هل يساهم هذا الاختبار في تحديد التخصص المناسب لميول الطالب وقدرته؟ حياكم الله مشاهدينا من جديد، نرحب فيكم. شفنا التقرير اللي يتحدث عن اختبار التحصيلي، اختبار القدرات الآخر، راح نتحدث عنها أكثر، راح نطرح الفكرة لكم ما يهمكم في هالمواضيع من خلال وجود الدكتور صالح بن محمد السليم، مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بالمركز الوطني للقياس والتقويم وبوزارة التعليم العالي. رحب فيك دكتور. الله يحييكم، شاكرين لكم في القناة الرياضية هالاستضافة. حياك الله دكتور. أنت عارف هالاختبار الناس تتكلم عنه كثير، يكون هاجس لدى الطلاب. بداية نبغى نوضح فكرة هالاختبار كيف كانت. في البداية هي فكرة اختبارات القياس بشكل عام، أساس نشأة القياس هي كانت لاستحداث مقياس موحد لجميع طلاب المملكة العربية السعودية. جميل. في السابق كانت وزارة التربية والتعليم تضع اختبار الموحد وكانت تديره هي بالوزارة، ثم بعد فترة تخلت عنه وصار أمام الجامعات مشكلة أنه صارت في منافسة بين المدارس الثانوية، المدارس الخاصة صارت عليها ضغط كبير أنها ترفع الدرجات على أساس يحصلون مقاعد في الجامعات في التخصصات المطلوبة، خصوصا التخصصات اللي عليها منافسة. لذلك طرأت أو نشأت فكرة المركز الوطني للقياس والتقويم. جميل. من أجل إحداث اختبارات معيارية موحدة على جميع طلاب المملكة تقيس القدرات وتقيس التحصيلي لدى الطلاب، وانطلق المشروع في بموافقة المقام السامي في 2001، ومن هاك الوقت إلى الآن وهم يطبقون الاختبارات، وكل سنة يضيفون أشياء، اختبارات جديدة ويضيفون تقنيات جديدة ويضيفون أفكار جديدة. إلى العام الماضي كان عندهم المؤتمر، أول مؤتمر في القياس والتقويم. جميل. التعليم العالي. جميل. دكتور نبغى نتكلم عن طبيعة الاختبارات، يعني فيه كيف كانت، كيف بدأت، كيف كانت التجربة الأولية للاختبارات؟ الاختبارات هي ميلي كانت لمقياس زي ما ذكرت، هي مقياس موحد للطلاب. دائما تجينا أسئلة أو اتهامات تقول أن الاختبارات أو الدرجات تنزل مستوى الطلاب، حقيقة ما تنزل ولا تفقدهم فرصة قبول أبدا. اللي يصير هو مجرد أنه الطالب يختبر
ويوضع في مكانه المناسب بين الطلاب في المملكة سواء في القدرات أو في التحصيلي. لذلك كل الدرجات اللي تطلع هي مكان الطالب بين زملائه من طلاب المملكة. جميل. إذا جاب درجة متميزة فهو متميز على زملائه، وإذا جاب منخفضة فهو منخفض مع زملائه، لكن ما في نجاح وفي رسوب، الكل ناجح، كل من دخل الاختبار هو يعتبر ناجح يعني بهالمفهوم. لكن الجامعات هي اللي تحدد درجة الكات بوينت اللي يدخلوا ياخذون منها. بعض الجامعات تقول لا أبغى 80، بعض الجامعات تقول 70، بعض الجامعات تقول 60. هذا القرار يرجع للجامعات ويرجع للتخصصات. يعني دكتور أفهم منك أنكم أنتم تدور الاختبار هذا لقياس الطالب، قياس مستواه بين أفراد زملائه متميز أو لا. الكل لديكم ناجح والكل لديكم حقق درجة، لكن الجامعات نفسها هي اللي تحقق، توصل 30% اختبارات، 30% قياس أو تحصيلي، 40% ثانوية. نعم. عامة. هذا شيء أنتم مالكم فيه؟ لا، إحنا مالنا فيه ولا نحدد درجة القبول. إحنا كل اللي نقدمه الوزارة، وزارة التعليم العالي، هي تقدم معيار موحد ليزن فيه الطلاب كلهم. هو الهدف المساواة والعدل بين الطلاب. جميل. بحيث أن كل طالب يصير له مقياس، وهذه الدرجة هي اللي يأخذونها الجامعات. المركز حرص أنه يكون يصل كل مكان في المملكة. إحنا تونا الأسبوع هذا من يوم السبت بدأ الاختبار التحصيلي، وبدأوا وطبقوا الاختبارات التحصيلي في أكثر من 95 مقر للأولاد، وحوالي للبنات 95 و77 مقر للأولاد، ودخلها تقريبا 173 ألف طالبة و 127 ألف طالب، وكانت تغطي موضوعات التحصيلي اللي هي موضوعات الثانوي. جميل. يعني الاختبار التحصيلي يغطي بس فقط المرحلة الثانوية اللي درستها في الثانوي، ولا جميع اللي درسته في مراحل حياتك، أو في أشياء منها بديهية ومفاهيمية؟ التحصيلي يركز على الثانوي فقط، اللي هو الثالث ثانوي وثاني ثانوي وأولى ثانوي. ميلي للتحصيلي ثالث ثانوي 50%. جميل. وثالث ثانوي وثاني ثانوي أعتقد 20، وثاني ثانوي 30، وثاني ثانوي 20، وأولى ثانوي 20 أو شيء زي كذا. طيب دكتور، خليني، يمكن في خلط في المفاهيم لدى البعض ما بين قياس، قدرات، تحصيل، اختبارات محوسبة، ودك توضحها لنا أكثر عشان ننطلق من كل واحدة وعلى حدة. أوكي. إذا كنا نتكلم عن التحصيل، إحنا التحصيلي هو الهدف منه أنه يقيس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية. جميل. لذلك الاختبار مركز على مناهج المرحلة الثانوية، ومن خلاله هو المقياس موحد زي اللي كانوا يسوونه في الثانوي في الوزارة قديما، ولكن كان هو الآن يسوي معيار على مناهج الثانوي كلها. جميل. بدل ما هي كانت على الفصل الثاني من السنة الثانية، من السنة الأخيرة. السنة الأخيرة، صحيح. لذلك الآن التحصيلي هو تحصيل شامل للمرحلة الثانوية. جميل. القياس هو كلها تدخل تحت مظلة قياس. عندنا ما يسمى بالاختبارات القدرات العامة، اختبار القدرات العامة، وعندنا اختبار قدرات عامة في العلمي، واختبار قدرات عامة للثانوي للأدبي للخريجين التخصصات الأدبية. هذا يقيس قدرة الطالب سواء في فهم المقروء، في الحساب، المبادئ الحسابية والفهم. لذلك هذه قدرات عامة، هي ما تركز على منهج معين، ولكن تركز على قدرات الطالب بشكل عام. بشكل عام. في القراءة، في اللغة العربية، في يعني في اللفظي والكمي، يعني هي المحتوى. صحيح. القدرات العامة مينلي هي جزئين رئيسيات، اللفظي اللي هو اللغة والقراءة، والكمي اللي هو الأمور المحاسبية يعني الأرقام. هذا بالنسبة للتحصيلي. بالنسبة للقدرات العامة. للقدرات العامة عفوا. إيه، التحصيلي يغطي التخصصات اللي هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء. خاص بالمواد الطبيعية. بالمواد الطبيعية. نعم. جميل. الاختبارات المحوسبة اللي هي مظلة للجميع. الاختبارات المحوسبة هي الدليفري أو السيارة اللي تنقل فيها الاختبارات، يعني هي عبارة عن فييكل توصل فيها الاختبارات للناس. المركز من بدأ في 2001 كان يسوي الاختبارات على أساس نظام ورقي. جميل. وينشئ مقرات في مناطق المملكة، وفي ما لهم وفود أحيانا في خارج المملكة يسوونها. جميل. ويسوون الاختبارات ورقيا، يوصلونها ورقيا ويجمعونها ويختبرون الطلاب ويرجعونها إلى المركز ويصححونها ويقيمونها ويطلعون النتائج. جميل. الآن مع التحول ومع التطور أصبح في طلب لخدمات أكثر، والوزارة صارت تبغى تطور أو تقدم خدمات أكثر. من ضمن الأشياء اللي كانت تبغى الوزارة، تبغى يضيفون فرص للطلاب أكثر، أن الطالب يقدر يدخل الاختبار متى شاء. أيضا يبغون يعطون فرص أكثر للدخول، الفلكسبوليتي في التايم، الفلكسبوليتي في عدد الدخول. جميل. كل هذه وضعت ضغط على
على الوزارة وعلى المركز أنهم يفكرون في أساليب أخرى. لذلك بدأ المركز يفكر في هالتوجه وبدأ يبحث عن أساليب أخرى في التطوير، من ضمنها اللي هي توصيل الاختبارات عن طريق الحاسب الآلي. المشروع هذا بدأنا فيه من أكثر من سنة تقريبا. جميل. وأطلق برعاية مع الوزير في 1/7/1434، يعني قبل شهر هذا. وبدينا فيها، تجربتنا فيه جديدة، لكنه في خطة طويلة لتطبيقه وأن نصل أماكن على مستوى المملكة. لذلك إذا جينا نتكلم عن الاختبارات، عندنا اختبارين، عندنا مجموعة اختبارات. حقيقة المركز يوفر مجموعة من الاختبارات، عندنا القياس والتحصيلي هن أشهر اختبارين، ولكن عندنا اختبارات موهبة، في اختبار المعلمين، في اختبار قدرات الجامعات، تصنيف الجامعات، في مخرجات الجامعات، في الاختبارات التخصصية، في اختبارات كثيرة، القضاء، القبول في وزارة التعليم، في الديوان. يعني الآن كون المركز مركز وطني أصبح يجذب، والممارسات اللي طبقها ناجحة وصار المعيار مشهور على المستوى الوطني، أصبحت الجهات الأخرى اللي تأدي اختبارات صارت تقول ليش أدي إحنا، خل هذا الجهاز متخصصة يسوي عندهم مراكزهم وعندهم الريسورسز المطلوبة، خلهم يأدونها لنا. طيب. والآن توسع، صار عندنا كذا اختبار، يعني صار في اختبارات كثيرة، وبدأ صغير لكن الآن صار يعم أشياء كثيرة من الخليج. أشياء كثيرة من اللي بسألك عليه دكتور، هو انطلق في 2001 أو 2003 قلت لي؟ 2001. كيف كانت الانطلاقة الأولى وكيف كان ردود الفعل من قبل الآخرين؟ يعني احنا شفنا أن الكثيرين كانوا يقولوا القياس هذا وضع للتعقيد، اللي قال لك أن القياس لا وضع أنه أساسا كون سيئة الضغط للطالب، أو أنه القياس يزيد، ممكن بعضهم أصلا قال القياس يزيد البطالة، أو أني أنا أدرس 12 سنة وفي النهاية أخرج إلى اختبار واحد يحدد مصير حياتي. هذه نقطة هذه سمعتها أكثر مرة للأسف، بعض الطلاب خصوصا اللي يجيبون درجات منخفضة يقولون هالكلام، لكن مو بصحيح، مو بصحيح أبدا. الاختبار كونه يدخل مرة واحدة بالنسبة للقدرات العامة في أربع فرص دخول على الورقي، الآن فتحنا فرصة خامسة على المحوسب، أصبح بالإمكان أن الطالب يدخل خمس مرات الآن، وإحنا في الطريق إلى أن نفتحها أكثر وأكثر. مجرد ما نتوسع في المراكز بالإمكان أنه يفتح أكثر وأكثر. الآن حتى التوجه في الاختبار المحوسب أصبحنا كثير من القيود اللي كانت موجودة في الورقي بدينا نحلها ونفككها. لكن النقطة، أرجع للسؤال، النقطة اللي قبل شوي، إن القياس أصبح عقبة في صحيح. طريق الطلاب، والقياس أصبح يعرق للطالب ويزيد البطالة، هذا مو صحيح أبدا. حقيقة قياس أصبح ينظم ويعطي الناس حقوقهم، أصبح الناس اللي عندهم قدرات أصبح يقدر يأخذ درجة زينة. يعني إحنا نقول هو بالفعل ما عندنا قليل تشوف 99 صحيح. زي ما تشوفه في ثانوي أكثر الطلاب تلقاه 99-98 عادي، لقد 90 معناه ضعيف، بالذات بعد ما راح اختبارات الوزارة يعني. إيه، لكن إحنا الآن إذا خذ 80 فهو متميز. الطالب اللي ياخذ 80 في القدرات أو في التحصيلي متميز. يعني لو تشوف التوزيعات 5% فقط اللي ياخذون أكثر من 90 أو 10% أكثر من 80 على مستوى المملكة. صحيح. لذلك هذول الطلاب متميزين، اللي ياخذ فوق 80 هذا طالب يعتبر متميز، في حين انه اذا تقيس بمقاييس الثانوي لا، الثانوي في 80 ضعيف. لذلك الدرجه هذه نسبيه، ما تعني انه اذا اخذ 80 انك تقارنها بال80 حقت الثانوي، لا. بس دكتور حتى هذه النسبه ممكن تقول 5%، يجيك واحد يقول لك هذا دليل ان الاختبار صعب احيانا ويكون شاق. انا معك ان الاختبار ممكن انصف الكثيرين، بالذات ان لما يروح شخص الان، لما تخلت الوزاره عن اختبارها الاخير، الاختبار الوزاري الأخير اللي يكون في ثالث ثانوي في الفصل الدراسة الثاني، اتجه الناس إلى المدارس الأهلية أو المدارس الخاصة، فصارت تعطي درجات بالكم، يعني يشيله وانت رايح، فخرجوا لنا كثيرين، تجد الشخص يجيب 99 وفي النهاية قدراته 60-63. فهنا حل الإشكالية، إذا رحت الخياط وبغيته يقيس الطول الأشخاص، المفروض يكون مع الخياط مقياس طويل يطول كل الناس، لو صار طويل يطول المتر حقه. صحيح. ما تقدر تعطي الخياط مقياس قصير وتقول له إذا جاك واحد أطول من كذا قص راسه. صحيح. لذلك المقياس اللي إحنا ماشيين فيه بالفعل 5% فوق 90
هذا معناها أنه إحنا دائما يصير عندنا طلاب متميزين، ولا بد يكون المقياس، لكن لا بد يكون فيه رينج للمتميزين المبدعين. صحيح. إني أقدر آخذ الطالب المتميز والمبدع، لازم يصير فيه مساحة يبرز فيها. لذلك الناس اللي يجيهم يحصلون على أكثر من 90 عادة يجيهم دعوات من الجامعات، تعال قدم علينا. مو هو اللي يروح، هو اللي يقولون تعال. صارت كتسويق أيضا. إيه، هي تسويق، هي حقيقة تسويق. الناس الآن الطالب المتميز ما يحتاج إنه يسوق نفسه، الناس اللي يجونه. صار المركز يساعد الطلاب المتميزين إنهم يسوقون، إن الجهات تعرفهم والجهات تستقطبهم. جميل. في حين من أول لا، المجرد أنه المدرسة هي اللي تحدد وش كثر ياخذ. لذلك كلمة 20 وكلمة 80 ولا 70 ولا هذه ما تعني شيء، هي مجرد مقياس. لازم أعطي الطالب درجة نسبية مكانه بين زملاه، لكن خذ 70 ولا خذ 60. إذا كان أحسن درجة 60، فيه 60 هي المتميز، مو لازم 100. احنا مو يعني كلم، احنا مرتبط تفكيرنا بالرقم 100. صحيح. وهو ما يعني شيء الرقم 100، رقم 100 ما يعني شيء حقيقه. احنا حرصنا انه ما يصير في درجات انفليشن او زياده في الدرجات، علشان نضع روم او مساحه للمتميزين المبدعين يبرزون. وبالفعل يطلع طلاب، صح انهم قليل جدا، بس هذه الجوده في الاختبار. احنا ال 80 70 ل 80 هذول متميزين كلهم، 80 للتسعين هذول متميزين، الأفريج في 70، المتوسط الناس اللي أقل من 60 هذول أقل شوي. لكن يعني الجامعات في الأخير، في جامعات أنا كنت عميد قبول التسجيل في فترة من الفترات في جامعة شقرا قبل، وكنا أعلننا على الجرائد، في الجرائد أنه أي واحد نسبة المكافئة في عنده 70 نقبله. الضغط على الجامعات هو اللي يحدد النسبة، بعض الجامعات عليها ضغط وعليها إقبال شديد، لذلك ترفع بالرقم كبير، وجامعات لا ما عليها إقبال لذلك تنزل بالرقم. لذلك الرقم هذا تتحكم فيه الجامعة. إحنا نضع المعيار، ويجب أنه يكون موحد، ولازم يكون عادل وفير بين الناس، وهذا هذا المطلوب. جميل. طيب دكتور، ندخل لدائرة الاختبارات المحوسبة، هل ستستغني عن الورقية قريبا؟ إحنا عندنا المشروع بدأنا فيه زي ما قلت من 1/7، وكان الهدف فيه أنه نقدم خدمات إضافية. من ضمن الخدمات الإضافية اللي هي أن المراكز الاختبار تكون مفتوحة طول السنة، بدل ما هي تكون مرتين في السنة. جميل. أو مرة في السنة وتحدد، ولازم تجي الساعة الفلانية، تأخرت ربع ساعة ما عاد تقدر تدخل. كل هذه فككناها، لذلك أصبح الآن مراكز تكون مفتوحة طول العام. الطالب يقدر يحجز الصبح وبعد الظهر، يدخل على الموقع ويحجز أي وقت. هذه تعطي فلكسبوليتي أكثر، تعطي مرونة أكثر في دخول الطالب، بالإضافة إلى الرهبة اللي تصير أحيانا. صحيح. الطلاب يجي منتظر هالاختبار فترة طويلة ويستعد، وأحيانا يكون سهران ما جه النوم من القلق، ويجي الصباح، ويكون بالفعل عامل النفسي يؤثر على أداء الطالب أحيانا. جميل. لذلك هذه أيضا حرصنا أن نقضي عليها، من خلال أن تركناه على مجموعات صغيرة. يعني أكثر المراكز خطتنا أنها تكون على 30 طالب، ويكون مفتوح، بحيث أنه يكون طول الدوام مفتوح. جميل. يجي ويختبر ويمشي، والطالب يجي بعده ويختبر ويمشي، وهذا كذلك عملية الحشود هذه والحركة في المكان فككتوها يعني. هذه فككناها، بالإضافة إلى مجموعة من يكون فيها أريحية، حتى لما يختبر الشخص محوسب بعيدا عن المكان يكون فيها أريحية نفسه، ما عاد فيه نفس الرهبة اللي هو يعني يكون في لما يروح الاختبار قد يكون متوتر وما شابه، يختبر بأريحية تامة. بالضبط. هذه حرصنا عليها، أنه ما تكون فيها المجموعات هذه الكبيرة، وأنه يكون فيه انتظار ويصلون قبل الاختبار. كان فترة في الورقي لازم يصلون قبلها فترة، ثم تعليمات الاختبار، ثم تعبية الأوراق. جميل. كل هذه وفرناها كوقت، بالإضافة إلى امتيازات ثانية اللي العوامل اللي تؤثر سلبا على أداء الطالب، مثلا المجموعات كبيرة، وين يجلس بين زملائه قد تؤثر على التشويش، عامل التشويش. لذلك احنا حرصنا انه يكون الصالات مبنية على شكل معامل، تكون معزولة، حتى المراقب يكون معزول عن جلسة الطلاب. جميل. دكتور، اخيرا الطلاب اللي خارج المملكة او في الملحقيات كيف يمكن يختبرون هالاختبارات؟ احنا توجهنا باتجاهين متوازيين.
في المملكة، وكان جميل، وكان التوجه فيها بناء مراكز، والخارج المملكة عن طريق شريك لنا اللي هو شركة بيرسون باستخدام مراكزهم في حول العالم، عندهم مجموعة من المراكز حول العالم. جميل. بالإضافة إلى الملحقيات الثقافية في العالم. جميل. لذلك احنا توجهنا اعتماد مجموعة من المقرات التابعة للشركة ومعتمدة، عندهم تصنيف مجموعة عدد من التصانيف، اعتمدنا أفضل تصنيف لهم على أساس أنها تكون. الآن احنا اعتمدنا على 3 مواقع، في واحد في نيويورك، واحد في واشنطن، واحد في لندن. جميل. بيفتتح إن شاء الله الأسبوع الجاي، بيبدأ الاختبار في التسجيل فيه. جميل جدا. وبالإضافة إلى تواصل مع الملحقيات، الملحقيات في الجهات اللي فيها طلاب سعوديين كثير، نحرص أنه يكون لنا مراكز خاصة مش بس مراكز حقت بيرسون. يعطيك العافية دكتور. أنا أودي نكمل أكثر وأكثر عن هالموضوع، لكن أكيد بنستزيد منه في القادم. بس بعجالة، اللي يبغى يتواصل معكم أكيد عن طريق موقعكم الإلكتروني أو عن طريق العلاقات العامة، صحيح؟ أكيد. هذا هو، نتمنى أن الاختبار ما يكون عائق لدى أحد أو يكون معرقل كما يسميها الكثيرين. نتمنى التوفيق للجميع أولا وآخر.